هنا القاهرة، ورغم أنها قالت في أحد برامجها لا أسمع لا أرى لا أتكلم، لكن أثبتت العكس أنها ترى وتسمع وتتكلم. منى الشاذلي، الكلمة لك منى. جمهور الأردن، جمهور جرش الرائع البديع، شكلكم في الحقيقة أحلى من التلفزيون ألف مرة. ثواني من الوقت، أشكر دكتور هاني، أشكر وزيرة الثقافة النشطة المخلصة المحبة ليس فقط لبلدها وأهلها في الأردن، ولكن لكل أبناء العالم العربي، دكتور حفاء النجار. أشكر مهرجان جرش، ويغمرني التواضع والخجل، وأنا أكرم في هذا المكان العريق العظيم، وأنا مغمورة بحب وكرم وحفاوة الأردنيين. شكرا لكم شعب الأردن، شكرا لكم جرش. شكرا أيمن سماوي مدير مهرجان جرش الرائع.